بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في درسنا الأخير عن جهر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة، وذلك بعد مرور 3 أعوام من دعوته إلى الله عز وجل سرا، ولكن الله عز وجل أنزل عليه في أعقاب السنوات 3 قوله: فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فلما جهر بالدعوة أعرض عنه المشركون وسخفوا الدعوة التي بعث بها، فالباري سبحانه وتعالى اتهمهم بأنهم يتبعون أبناء آبائهم وأجدادهم بدون أي نظر إلى ما يقتضيه العقل. والعقلاء ينبغي أن يتبعوا موازين العلم، لا أن يغمضوا العين ويتبعوا ما كان عليه الآباء والأجداد. فلما اتهموا بهذا وتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل جلاله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، جر ذلك إلى أن يعلنوا العداء لرسول الله، وبدأوا بإيذائه. وهنا وقف بنا الحديث، والآن نتحدث إذن عن مرحلة الإيذاء وما تدل عليه هذه المرحلة. ما الذي حصل؟ الحديث عن الإيذاء، عن إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن إيذائهم للقلة من أصحابه الذين اتبعوه، حديث طويل، لكننا نكتفي بنماذج. من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت الحرام على مقربة من الكعبة، وإذ بعقبة بن أبي معيط، واحد من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل فوضع ثوب المصطفى حول عنقه وشده شدا منكرا حول عنقه ليخنقه. فجاء سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودفع عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يجلس أكثر ما يجلس حول الكعبة المشرفة، كان ساجدا هناك. جاء عقبة بن أبي معيط أيضا بسلى جزور، سلى في اللغة العربية بمعنى الكرشة، بكل ما فيها من أخذار، جرها إلى أن جاء بها إلى المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فيه، فألقاها كما هي على رأسه، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت هذه الأخذار وألقتها جانبا، ودعت على من صنع هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
من ذلك أيضا ما رواه الطبراني وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بينما كان يسير في بعض سكك مكة المكرمة إذا ببعض المشركين تعمدوا، كانوا قد جمعوا قدرا من الأتربة والأوساخ وانتظروا مرور المصطفى صلى الله عليه وسلم، فألقوا هذه الأقدار عليه من علو، وعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى داره والتراب قد لبسه من الرأس إلى القدم، فقامت إحدى بناته صلى الله عليه وسلم تغسل التراب عن رأسه وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنية لا تبكي، فإن الله مانع أباك. يعني هذه المسألة عارضة. نعم، هذا شيء نماذج من الإيذاء الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تجرع كل منهم من الأذى ألوانا كثيرة، حتى مات منهم من مات تحت العذاب، ومرض من مرض، وعمي من عمي، أصابهم ضنك شديد في الواقع. ولا داعي إلى أن نتحدث ما الذي أصاب سمية، ما الذي أصاب عمار، ما الذي أصاب أباه، ما الذي أصاب فلانا وفلان، الحديث طويل الذيل. لكن أضرب لكم مثلا، خباب بن الأرت كان رقيقا وكان من السابقين إلى الإسلام، وكانت سيدته يعني مالكته امرأة مشركة، كانت تعذبه كل يوم بالنار، نعم، تحمي قطع من الحديد وتكوي بها أطرافا من جسد خباب، تدعوه بذلك إلى أن يعود عن الإسلام إلى الكفر، وهو صابر. لكن يعني الشدة تجاوزت على ما يبدو مرحلة الصبر في يوم من الأيام لديه. يقول خباب: فجئت إلى رسول الله ووجدته عند الكعبة مسندا ظهره، فأراه خباب جوانب من جسده مكوية بالنار، قال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ كان رسول الله متكئا فاستوى جالسا وقد احمر وجهه، وقال: والله إن الذين كانوا من قبلكم لينشط أحدهم بمشاط الحديد ما بين فرقه ودم وقدمه، لا يثنيه ذلك عن دين الله شيئا. يعني كما تعذبون هنالك، أناس من قبلكم عذبوا على هذا الطريق ذاته. ثم قال: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. يعني سيستبد الأمن، سيستقيم الأمن، وستمتد ظلال السلم والأمن في هذا العالم بواسطة دين الله عز وجل، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نماذج ومشاهد من الأذى الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونماذج كثيرة من الأذى الذي أصاب المسلمين. يعني لا داعي إلى أن نذكر التفاصيل، فأنتم تعلمون ماذا أصاب بلالا، تعلمون ماذا أصاب سمية، تعلمون ماذا أصاب كل الصحابة الذين القلة الذين دخلوا الإسلام في السنوات الأولى من بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أهم من
يعني عرض هذه المشاهد عرضا تاريخيا، أهم من ذلك أن نقف عند الحكمة من هذه الظاهرة. أظننا جميعا قد نتساءل، طيب نحن لا نشك في أن الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وثناء الله عز وجل في قرآنه على رسوله مقروء ومعروف، طيب لماذا ترك الله عز وجل أيدي المشركين تفعل ما تفعل من إيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، هما جوابان اثنان. الجواب الأول أن هنالك قانون عام يسري على الرسل والأنبياء وعلى الصالحين والأولياء والطالحين، يسري على عباد الله جميعا. باختصار هذا القانون هو أن الإنسان عبد مملوك لله عز وجل، والمطلوب من العبد الذي يعيش فوق هذه الأرض أن يعلن عن عبوديته لله عز وجل. هو عبد بالواقع وبالفطرة، ما المطلوب؟ مطلوب مني أن أعلن عبوديتي لله عز وجل. حسنا، كيف يتم الإعلان عن عبوديتي لله؟ لو كنت أنا أتمتع بالنعيم المقيم الصافي عن الشوائب، صحة وافرة، الدار مترفة، الأثاث رائع، الأمن مستتب، الطعام من أطيبه، المتع المختلفة كلها موفورة، يعني ماذا تكلفني عبوديتي لله؟ ولا شيء. عندما أقول يا ربي أنا عبد لك وأنت تملك أن تفعل بي ما تشاء، وأنا بهذه الحالة لا قيمة لهذا الكلام، يعني لا تفوح رائحة عبوديتي لله وأنا أتمتع بهذه الحياة الرخية. لكي تتجلى عبوديتي لله عز وجل ينبغي أن أخضع لسلطان التكليف، يعني ينبغي أن أكلف من قبل الله بأوامر وبنواهي فأنقاد لهذه الأوامر، وينبغي أن تكون هذه الأوامر فيها شيء من الجهد. أما الأمر الذي لا يكلفني جهدا، النهي الذي لا يكلفني جهدا، هو الآخر لا ينشر رائحة العبودية لله في كياني. تكليف هو أمر الله العبد بما فيه كلفة، بما فيه مشقة، فإذا أمرني الله عز وجل بما فيه كلفة تتعارض مع رغباتي متعتي، ونفذت أوامر الله تحملت هذه المشاق، نهاني الله عز وجل عن أمور نفسي تتشهاها وتهواها، صمت عنها وابتعدت عنها، هنا تفوح رائحة عبوديتي لله عز وجل. ولذلك جعل الله عز وجل التكليف الذي خاطب به الإنسان مرآة عبوديته لله. إذا استجبت لتكاليف الله وأوامره فقد أعلنت عن هويتك عبدا لله سبحانه وتعالى. هذا القانون يسري على الرسل وعلى الأنبياء وعلى عامة الناس. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لا يترك العبد لدعاويه، أنا عبدك يا رب، وأنا أحبك يا رب، وأنا أخافك يا رب، وأنا طوع أمرك يا رب، لكن لا تكلفني بما يعني لا أحب، لا تنهني عما يعني تتشهاه نفسي. لا، لابد
أن أنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. كيف؟ بأن يخضعني الله عز وجل لأوامر فيها مشقة، لنواهي فيها مشقة. انظروا إلى هذا القانون كيف يتجلى في قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما بعد يعني، لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا جزء من الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، إذن لا بد لكي تفوح رائحة عبوديته لله أن يظهر انقياده لأوامر الله اللي فيها كلفة، اللي فيها مشقة، والتي فيها ما يتعارض مع رغبات الإنسان البشري. من هنا كان لابد أن يرى في طريق دعوته إلى الله هذه الآلام، هذا الأذى، هذا الذي ذكرنا طراء يعني نماذج منه. نعم، صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك هو ترجمان عبوديته لله سبحانه وتعالى، كذلكم أصحابه صبرهم على هذا هو ترجمان عبوديتهم لله. عندما كان يطلب من بلال وقد وضعت على صدره الحجارة الثقيلة تحت لفح الشمس المتوهجة المحرقة، يطلب منه أن يعود فيكفر بالله وهو يقول: أحد أحد أحد. هنا تفوح رائحة عبوديته لله سبحانه وتعالى. دار الدنيا دار تكليف، ليست دار تشريف، دار تكليف. نعم، هنا أيها الإخوة ألفت نظري وأنظاركم إلى حقيقة هامة جدا. عندما يرى المسلمون وهم يسيرون في طريق الدعوة إلى الله، عندما تصادفهم العقبات، الآلام، الأذى كالذي أصاب رسول الله وأصحابه، عندما يسيرون وهم يجدون هذه العقبات، هل هم بهذه العقبات التي يتحملونها، بهذا الأذى الذي يذوقونه صابرين راضين، هل يبتعدون عن الهدف الذي هو إقامة المجتمع الإسلامي أم يقربون؟ أصحاب النظرة السطحية يظنون أنهم بهذا يبتعدون. يقول قائلهم: والله نحن نعاني في طريقنا إلى الله عز وجل من نكبات، من مصائب، من فتن، من أهوال، من خطط الأعداء، يبدو أننا لن ننجح. أصحاب النظرة السطحية هكذا يقول، وهذا غلط. الواقع، المقياس، الترمومتر يقول لك: بمقدار ما تجد في طريقك من آلام وأنت تصبر عليها، بمقدار ما تجد في طريقك من أذى وأنت تتحمله صابرا، فاعلم أنك تتجاوز الطريق إلى الغاية، واعلم أنك بهذا تدنو إلى الغاية التي تسير عليها. والعكس صحيح، إذا رأيت نفسك تسير في طريق معبد الرياحين من حولك يمينا وشمالا وأنت تتصور أنك تدعو إلى الله، فاعلم أنك بعيد. لماذا؟ لأنه طريق النصر، الدرجات التي ترقى بها إلى سلم النصر، عبارة عن درجات أذى، درجات متاعب، درجات مصاعب. فإذا كنت تتجاوز هذه الدرجات متحملا، صابرا، راضيا، ملتجئا إلى الله، فاعلم أنك تنتقل من الدرجات إلى الأعلى. ما في سلم ترقى به إلى النصر إلا وهذا السلم مكون من درجات المصائب. نعم، ضريبة
النصر الأذى، تدفع الضريبة يأتيك النصر. هذه سنة رب العالمين. انظروا أيها الإخوة إلى الدليل الناطق على هذا الذي أقوله لكم. المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بأن الله سيفتح لهم مغاليق الدنيا، سيفتح لهم بلاد كسرى، أليس كذلك؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيد سراقة وقد كان جاء ليقتل رسول الله، قال إن يدك هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله على المسلمين بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ إذن النبي يعلم ذلك. طيب السؤال، الباري عز وجل يحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يشأ أن يتم فتح بلاد فارس بقيادة رسول الله؟ خلي يكون ينال هذا شرف رسول الله. لماذا تأخر الفتح إلى ما بعد وفاة رسول الله وإلى ما بعد وفاة سيدنا أبي بكر في عهد عمر؟ لماذا؟ السبب ما هو؟ السبب أن المسلمين لم يكونوا قد دفعوا الأقساط التي لا بد منها من ثمن هذا النصر. ما هي هذه الأقساط؟ نعم، الأذى، الضنى. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى بعد وفاة رسول الله ماذا يصنعون؟ هل ينكصون على أعقابه كالذين ارتدوا، أم سيثبتون ويصطبغون بقول الله عز وجل إذ يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ يا ترى بعد ذلك ستقوم المعارك المتجهة إلى بلاد فارس شرقا وإلى أفريقيا وإلى المغرب؟ نعم، ماذا سيكون موقفهم؟ سيعانون من الشرور، سيعانون من الظما، سيعانون من القتل. في عهد عمر دفعت الأقساط ومن ثم جاء الفتح. كون النبي موجود ولا مو موجود، إذا الأمة ما دفعت كامل الأقساط النصر ما بيجي. نعم، هذا هو الجواب الأول. ولا يقول أن قائل طيب الباري بحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مفروض أنه يعني لأنه محمد عليه الصلاة والسلام هو خير الخلائق وأحب الناس إلى الله، إذا كان ينبغي أن لا يصيبه رشاش هذا الأذى. لا، هذه سنة ربانية، يعني قانون، والقانون ماضي. الجواب الثاني، بالإضافة إلى ما قلنا، نحن نفترض أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يدعو ربه، وقد اشتد عليه الأذى في الواقع، يعني ذكرنا يعني جوانب بسيطة من الإذاء الذي نال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما الأذى الحقيقي فقد اشتد عليه واشتد به الخناق. طيب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه، يا رب أنا لم أعد أستطيع، أنا لم أعد أتحمل، أنقذني من هؤلاء الذين يعادونك ويعادوني، اجعل لي طريقا آمنا أسلك فيه إلى الغاية التي أمرتني بها، لاستجاب الله له، استجاب الله له. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما طرد من الطائف، طرد فعلا، راح من مكة إلى الطائف على رجليه، ومو بطريق زفت أودي، ودميت قدمه في الطريق. نعم، وطرد بعد التعب كله، طرد كما تعرفون. جاءه سيدنا جبريل، قال الباري عز وجل رأى ما فعل بك قومك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، مر بهلكم. طيب النبي ما رأى، إذا النبي لو طلب لاستجاب الباري عز وجل دعاءه، يدعو يستجيب. هلا
ما رضي. طيب لو أحب رسول الله أن يعيش كسيدنا سليمان منعما مكرما فيه كل ما يتشاء الباري يعطيه، لكنه لا، فضل أن يشبع يوما فيحمد الله ويجوع يوما فيسأل الله، وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا كان من دعائه. طيب يا حبيبي يا رسول الله، لماذا لم تسأل ربك أن يبعد عنك هذا الأذى، هذا الأذى الشديد؟ يعني في أشياء كثيرة ما ذكرناها. هنا تأتي الحكمة الثانية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلب هذا واستجاب الله له طلبه، ستكون هذه الاستجابة خاصة به هو، استثناء، يدعو إلى الله في طريق آمن لا خطر فيه نهائيا ولا يعتريه أي سوء ولا أي أذى للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الدعاة الذين سيأتون من بعده على أعقابه، هل سينالون هذا الأمان؟ لا، تكون هذه المسألة خاصة بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن إلى حب رسول الله لأمته، انظروا إلى عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. النبي عليه الصلاة والسلام فكر ممكن أن يسير في الطريق التي أمره الله أن يسير فيها آمنا مطمئنا، طريق معبد ما في أي خوف، ما في أي أذى، ما حدا بيسترجي يمد إيده بأي أذى إليه. لكن الدعاة الذين سيأتون من بعده سيتعرضون لقانون الله، لابد أن ينالوا من الأذى ما قد شاء الله عز وجل أن يناله السائرون في طريق الدعوة إلى الله، حتى تظهر رائحة عبوديتهم لله، وحتى تظهر قيمة انقيادهم لأوامر الله عز وجل. فنبي يتصور التالي: إذا جاء الدعاة من بعده ونالهم من الأذى ما نالهم طبق قانون الله عز وجل، من ضنك، من سب، من شتم، من ضرب، من طرد، من قتل، من إلى آخر كل أنواع الأذى، رب قائل فيهم يقول إما بلسانه أو بفكره: شو على بال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما صابوا شيء من اللي صابنا. نعم، هو سار في هذه الطريق ذاته إلى الغاية آمنا مطمئنا محفوفا بعناية الله، أما نحن فنحن الذين أصابنا هذا الضيم في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. النبي مرضي نهائي. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المحب لأمته العطوف على الدعاة من بعده قال: إذا كان الدعاة من بعدي سيتجرعون كأس الفقر، فينبغي أن أكون أولهم تجرعا لهذا الكأس. إذا كان الدعاة إلى الله عز وجل سيقعون في مغبة الطرد من الوطن، فلأكن أنا أول من يطرد من وطنه في سبيل الله عز وجل. إذا كان من الدعاة إلى الله عز وجل بعدي من سيناله الضرب والشتم، نعم، وتسيل الدماء من جوانب جسمه، فلأكن أنا أول من يصاب بهذا. حتى ما يقول قائل إنه نحن اللي عم نتعذب في سبيل الدعوة، أما محمد عليه الصلاة والسلام فربه بيحبه، نعم، حماه من كل هذا السوء الذي ينالنا اليوم. هذه هي الحكمة الثانية، وهي من الأهمية بمكان. كان ممكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه: يا ربي هي سنة صحيح قانون، لكن ما في أكثر من القوانين اللي انت عملت فيها شذوذ، فيا ربي احمني من أعدائك
يا ربي وفقني أن أسير في طريق آمن مطمئن لا يصيبني رشاش أذى ولا 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 إلى آخره. ورب العالمين يستجيب دعاء نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام منعه حبه لأمته، منعته رحمته للدعاة الذين سيأتون من بعده. قال لا، لابد أن أكون أول متجرع لكأس الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الداعي بقى يحكي بالعكس، يقول شو أصابنا، اللي أصابنا من الأذى في سبيل الله عشر اللي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أصابنا من الفقر شيء تافع بسيط بالنسبة اللي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تمضي الليالي طويلة ولا يستوقد في بيت رسول الله نار لطعام، شكل من الأشكال. نعم، هكذا شاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلا، كما يقول البوصيري: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، يعني أن الله عز وجل عرض عليه الغنى وأن يعيش نعم حياة بعيدة عن الأذى بكل أصنافه، لكنه أصر إلا أن يعيش عيشة الذين سينالون الأذية أشكالا وألوانا من الدعاة إلى الله من بعده. شو بيصير فيه الذي يصير فيه كمان. هذه هي الحكمة الثانية من هذه الحكم التي ينبغي أن نتبينها. نحن عندما ندرس هذا الجانب بهذا الشكل، إذا كان لدينا يعني خميرة بس من صدق الإيمان بالله وصدق الرغبة في إقامة المجتمع الإسلامي، سنشمر سواعد ولسوف ننشط لنسير في الطريق الذي سار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحملين كل ما أصاب رسول الله ولن يصيبنا شيء. إذا بدنا نقارن ما أصابنا ولا بالمئة عشرة مما أصاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت حكمة ثالثة وأخيرة. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يتهم أيها الإخوة؟ على ألسنة المخرصين والدجالين من أعداء الله وأعداء الرسل والأنبياء، إن في بعض الأقنية وإن في بعض الكتب، يعني طبعا الأعداء مو المسلمين، يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجعل من دعوته التي اصطنعها سلما للملك، سلما لبلوغ الرئاسة، يعني كان لعابه يسيل على الملك، على الرئاسة، على الفخامة، على هكذا يتهم رسول الله. وذكرت لكم في الدرس الماضي كتابا اسمه السيادة العربية، تأليف واحد اسمه فان فلوتين، نعم، يقول فيه انه محمد عليه الصلاة والسلام كان حلمه انه ينالها السيادة وياخذها من كسرى وياخذها من هرقل ويبني لحاله مجد في العالم كلياته ما حدا ناله. طيب، شاء الله عز وجل أن تسير حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بالشكل المناقض مناقضة حادة لهذا الذي يفتريه أعداء الله وأعداء رسول الله. طيب، وين الكلام الذي يوصف به سيدنا رسول الله؟ وين الواقع الذي عاشه مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال يا غصب عنه تحمل، لا، لو أنه شاء لأبعد الله عز وجل عنه هذه الأذية. متى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى العرش الذي كان يحلم به؟ عندما هاجر إلى المدينة؟ أبدا.
متى؟ عندما وضعت الحرب أوزارها بعد صلح الحديبية، وسنذكرها أبدا. متى؟ أقبيل وفاته ورحيله عن الدنيا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. متى؟ دخل عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي مشهور بجوده وكرمه. عدي كان نعم في بلاد الشام، كان مثل لاجئ سياسي في الشام في المستعمرة الرومانية، كانت الشام كلها مستعمرة رومانية نعم، وكان يحلم دائما بالأبهة والملك. لكن لما جاء رسول الله وأهل المدينة كل أصبحوا مؤمنين به، هو ضاق ذرعا ورحل إلى الشام. في الشام ما في غير عم يسمع عن محمد عليه الصلاة والسلام، وعم ينتشر أمره والناس عم تحبه. فقال في نفسه: طيب ليش حتى ما أروح لعنده؟ سأذهب إليه ولن يفوتني واقعه ولن تفوتني هويته. إن كان ملكا عرفته اتركه، وإن كان نبيا صدقته. طيب وهذه إمتى؟ قبيل وفاة رسول الله. يقول عندي: فجئت إلى المدينة، دخلت المسجد وكان فيه رسول الله، سلمت عليه. قال: من الرجل؟ قلت: عدي بن حاتم الطائي. بعد قليل قام ومضى بي إلى السوق، وبعد ذلك يريد أن يأخذني إلى داري. قال: وإذا بامرأة عجوز ضعيفة استوقفته فوقف لها طويلا. قلت في نفسي: والله ما هذا بشأن ملك. ثم عمد بي إلى داره. دخلت دار ما فيها شيء، فيها حشية يعني طراحة صغيرة من ليف، محشوة ليف. قذفها إلي وجلس هو على الأرض يعني أتراب. قلت: لا أنت فاجلس عليه. قال: لا. قذفها، جلست على الحشية وجلس هو على التراب. قلت في نفسي: والله ما هذا بشأن ملك. قال: يا عدي. أخذ يكلمني. خلاصة الكلام: فعلم عدي أن محمدا ليس طالب ملك، ليس طالب جاه، ليس طالب غنى، وإنما هو رسول الله حقا. فيقول: آمنت به. هؤلاء الذين يتهمون اليوم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتهمون به، والله إنهم ليعلمون أنهم كاذبون. هم يعلمون أنهم كاذبون، لكن الحقد الدفين يفعل الغرائب، يفعل الأعاجيب. الباري عز وجل حكيم، شاء لرسوله أن يمر في هذا الطريق، في هذا المعترك، وشاء أن يرحل إلى الرفيق الأعلى وهو بنفس الحال. نعم، لكي يقطع ذلك ألسن المتخرصين الكاذبين المفترين على الله سبحانه وتعالى والمفترين على رسوله. هؤلاء الذين ربما تسمعون كلامهم في بعض الإذاعات وبعض الأقنية، نعم، والذين يتم الإنفاق على ما يفعلونه ويقولونه وما ينشطون له أموال ميزانية تضيق عنها أغنى دولة من دول العالم، نعم، هؤلاء لا تظنون أنهم يحاربون محمدا بهذا، والله إنهم ليحاربون كل الرسل والأنبياء. لكن الصورة محاربة من؟ أمير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. لما بيحاربوا محمد صلى الله عليه وسلم بيكونوا حاربوا الكل، لأن الأنبياء إخوة لعلات. نعم، فيعني بناء على ذلك، من حارب خاتم الرسل والأنبياء فهو كاذب عندما يدعي أنه يحب نبيا من الأنبياء. الرسل والأنبياء ما كانوا يوما ما ضد بعضهم البعض، حتى هذول ينتصروا لواحد ما ينتصروا الثاني. وإن قال الواحد منهم: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كذابين بيكفروا بالكل. إذن هذه هي الحكمة الثالثة، وهي
أن الباري سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا هوية محمد صلى الله عليه وسلم. يا ناس، ليس طالب ملك صاحبكم، ليس طالب غنى، ليس طالب رئاسي، وإنما هو رسول ينفذ أمر ربي ويتحمل في سبيل ذلك كل ما يأتيه من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، وبعدين بعد أن استمر الأذى ردحا من الزمن، ما النتيجة؟ فكرت قريش في شيء، اجتمعوا وقال قائلهم ما يعني هذا الأذى لا يزيد محمدا إلا ثباتا عند شأنه، فتعالوا نفاوضه. فهاكي الكلام باختصار، بس التفصيل في الدرس الجاي إن شاء الله. العقلاء من المشركين طبعا، مثل عتبة بن ربيعة وغيره، قال لك هذا الرجل يعني والله في مزايا كثيرة ما موجودة فينا، فإننا خلينا نسترضي، بركي بده مال، بركي بده كذا، بركي بده كذا، وخلي يصير رئيس علينا، بس بدون ما يلعب لنا بديننا، بدون ما يجي يسفه آلهتنا. فاتفقوا على هذا وأرسلوا شيخا كبيرا مسنا وقورا اسمه عتبة بن ربيعة إلى رسول الله. جلس إليه، قال له يا ابن أخي، لقد جئت قومك بهذا الذي جئت به، جئتهم به، سفهت آباءهم، سفهت آلهتهم، وحكيت كذا كذا، فاسمع أعرض عليك أمورا لعلك تقبل واحدة منهم. قال له قل يا أبا الوليد أسمع. قال له إن كنت قد جئت بما جئت به تبغي مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا فلا نقطع دونك بأمر، وإن كنت تبتغي نساء زوجناك من أجمل أفكارنا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن بكيام صير معك يعني شيء، دعونا لك الأطباء لينظروا ما بك. فلما انتهى قال أفرغت يا أبا الوليد؟ خلص. قال ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم، ولا الشرف فيكم، ولا السؤدد عليكم، ولكن الله عز وجل جعلني نبيا وأنزل علي كتابا. كان لسه ما نزل الكتاب كله، يعني آيات، فبلغتكم، فإن تؤمنوا بي فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. وعاد عتبة إلى قومه، وصارت المفاوضات تمشي وتروح بطريقة مكوكية كما يقولون. نعم، وسنتحدث عن تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم. شاء الله أن تكون هذه المفاوضات لسانا آخر ينطق بهوية محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من قبل الله عز وجل إلى قومه. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا الساعة تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أول فليس قبله شيء، ويا آخر فليس بعده شيء، ويا ظاهر فليس فوقه شيء، ويا باطن فليس دونه شيء. صل أفضل الصلوات على أسعد مخلوقاتك في هذه الليلة الغراء، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها، ونسألك باسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.
وأن تمتعنا جميعا بالعافية التامة ما أحييتنا، وأن توفقنا للسير على صراط، وأن تصرف عنا السوء وأسبابه بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، وأن تملأ أفئدتنا بحبك، وأن تملأ أفئدتنا بالخوف منك يا رب العالمين وبالتعظيم لك يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، طهر اللهم ألسنتنا من الكذب، طهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. يا رب أكرمتنا بالغيث، فاسقنا مزيدا من الغيث يا أرحم الراحمين، يليق بكرمك وجودك، فإنا فقراء إليك لا نشبع من عطائك. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث يليق بإحسانك، يليق بكرمك ومننك وجودك. يا رب عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له. اللهم إن معاصينا لا تضرك وإن طاعاتنا لا تنفع، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تقبل منا ما لا ينفعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بأي عمل صالح وفقت أي منا في هذا المجلس إليه فقبلته، نسألك أن تجعل هذا العمل الذي قبلته شفيعا بين يدي دعائنا يا رب العالمين، فتستجيب دعائنا. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. ومن أراد يا رب بإسلامك خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، من أراد بإسلامك وعبادك المسلمين شرا خذه يا رب أخذ عزيز مقتدر، يا رب خذه أخذ عزيز مقتدر، يا رب خذه أخذ عزيز مقتدر. اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، اجمع قادة المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين، اهديهم في من هديت، أنت الهادي، أنت الهادي. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء يا رب العالمين. وجه قلوب قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل الفتن سببا لهلاك أربابها، ردها على من صنعوها يا ذا الجلال والإكرام. يا أكرم الأكرمين استجب دعاءنا، يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. أعط اللهم كل واحد منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.